شهرتنا يا جماعه، وتعالوا بقى نشوف دلوقتي مباراه جامده فحت من فوق لتحت، فن الوينج تشون والتايكوندو. تمام، الوينج تشون والتايكوندو. نبدا بقى المباراه من اولها يا جماعه. اهوت ستوب. طبعا دلوقتي لاعب الوينج تشون من الوقفه بتاعته اهو اللي هو على اليمين ده، ولاعب التايكوندو، بصوا انا مش عارف هو ممكن يكون جيت كون ولا تايكوندو، بس هو تقريبا تايكوندو اللي هو على الشمال ده. هتبدا المباراه. اهو ضرب بريك، ضربه اماميه، لاعب الوينج تشون ثابت، اوب دخلوا في بعض. هنا بقى الوينج تشون عمل الفول كونتاكت، الهجوم الشامل. هنا بقت بام بام بام، هنا بقت خناقه شوارع يا جماعه. مش عارف اعلق هنا طبعا ازاي. طح هنا طبعا بقى، لو انت عندك اشتباك قوي ونفس قوي تقدر تكسب. هنا الحكام بيحاولوا يثبتوا المباراه والماتش. هوبا لاعب التايكوندو وقف، لكن وقع لاعب الوينج تشون. بصراحه اللي عمله ده مش تمام خالص، يعني لاعب التايكوندو وقف على اساس ان خلاص هو المباراه مثلا حصل فيها احتكاك، لان لاعب الوينج تشون غضب وعمل له حركه تيك داون سقوط. طبعا ده فعل غير لائق خالص، المفروض لو حصل احتكاك قوي جدا تمام واللاعب التاني واقف، يبقى انت المفروض تكون لاعب محترم، المفروض تكون فعلا لاعب محترم وعندك اخلاق وشخصيه، لكن شغل اللي هو انت اتعصبت ومش عارف تتملك نفسك، لا طبعا مش تمام. فبجد هنا احترامي للاعب التايكوندو اكتر من لاعب الوينج تشون. اوكي، لازم يا جماعه المقاتل يكون على قد ما يقدر عنده حنكه، المقاتل عنده حنكه، عنده يا ربي عنده ثبات انفعالي، المقاتل عنده حنكه عنده ثبات انفعالي. تمام، المقاتل لازم يكون عنده ذكاء، لازم برضو المقاتل يكون عنده عاطفه، والعاطفه دي طبعا مهمه جدا، لان المقاتل ممكن يغضب فيضغي او يحاول ان هو يأذي او يسبب ضرر للمعتدي. لا يا جماعه، الفنون القتاليه اصلا علشان انا اكون قوي في شخصيتي، علشان انا ما يا ربي ما اعتديش على الضعيف، علشان ارحم الاخرين، اساعد الاخرين، ابعد عن المشاكل، استخدم عقلي. الاقوياء من يستخدمون عقولهم في البدايه، الحمقى من يستخدمون عضلاتهم في البدايه. هي دي الفنون القتاليه، ثبات انفعالي، هدوء والكلام ده كله. طيب تعالوا دلوقتي بقى نشوف مباراه. واو بقى جايب لكم فنين قويين جدا. تمام، الجوجيتسو والمصارعه الروماني، فن الجوجيتسو يا شباب والمصارعه الروماني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا المباراه بتاعتنا. اوكي، بس قبل ما ابدا المباراه